بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن التورم وفرط الزلال عند الحامل. طبعا تشكو بعض الحوامل من حالة التورم في الوجه والأطراف السفلى في بعض الأقسام الأخرى من الجسم. طبعا أن تورم الوجه والأطراف عند بعض الحوامل شيء طبيعي، وخاصة في النصف الثاني من الحمل، وذلك نتيجة زيادة الوزن الجسم وتجميع السوائل من الأنسجة. وهذا الورم عادة يظهر ويعود في النهار وأثناء العمل، ويختفي أثناء الراحة والنوم ليلا، ولكن يعني استمراره ليلا مع وجود نسبة من يعني الزلال في البول يعني أن حالة المرأة قد يعني ترجع إلى الحالة المرضية، ويجب عدم إهمالها، إذ أنها يعني تكون قد تتضاعف الحالة المرضية مثل أمراض الكلى وارتفاع الضغط وأمراض القلب. قد ترجع هذه الأعراض إلى إصابة في أحد هذه الأمراض مثل أمراض القلب وأمراض الكلى، ويعني ضغط الدم قد تكون أحد أسبابها. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.